بدلي اوقات كنت تعبانة، اليوم بدي اطبخ لكم صوانك باللحمة. مقاديرها معنا لحمة تقريبا نص كيلو لحمة، وراس توم فرمته، وجرزات كزبرة، وعشر باقات صبانك غاسلتها ونظيفة. هلا حط انا معلقة السمنة، بدي احط اللحمة. اللحمة مدهنة شوي، بعطيها نكهة طيبة مو مشكلة. أكلة طيبة كلها مغذيات، طبعاً كلها كلسب حاله. طبعا كزبرة يابسة بدي احط لها، وملح وفلفل للحمة طبعا، بس هاي بهاراتها، كزبرة يابسة ملح وفلفل. طبعا عم نقلي اللحمة لتصير منيح اللحمة، نحط البهارات الملح والفلفل وكزبرة يابسة. صبانك ما بسلقها عشان ما اروح الفائدة تبعها، في ناس بيسلقوها وبصفوا المي تبعها، انا لا، هلا بحطها هي بعدين تصفى معها شوي، لانه فائدتها يعني بدون سلق. هاي البهارات كزبرة يابسة وفلفل وملح. وهي الثوم طبعا صار متقرب شرايح، فيها نكهة طيبة. هلا بدي احط لي شوية كزبرة خضرة محاكاة، اللي هي هبطت يعني تقريبا، وخلي شوي للأخي. الزبرة خضرة تعطيها نكهة طيبة طبعا، في ناس ما بيحطوا لها، في اشرام اللي بيحطوا لها الزبرة خضرة. بحط طبعا الصبانغ، الصبانغ انا غاسلتها ما لحق اسلقها طبعا. هلا شايفين قديش كتار بيقبل، طلعوا صحن تقريبا، صحن صحنين صغار. هلا بس هيك بقول نكمل البقايا نحطها. طبعا صبانك دغري بتسوي، من هبالة بتسوي، ما بتاكل كتير، 10 دقايق بس.
هلا بغطيهم شوي عشان يدبلوا لنا. دبله ابو خمس دقايق على النار تكون جاهزه للاكل. من الصبانك ما بتتحمل دغري بتسوي ما شاء الله عليها تبارك الرحمن ما شاء الله. اكله سهله ولذيذه مفيده. شايفين عبارة من أحلى شيء بتشرح الصبر وزرع حلو ما شاء الله طعمتها لذيذة كمان سهلة ما بتاكل معكم 10 دقايق بس بتقوى على النار. هلا آخر شيء خليها شي 5 دقايق برجع بحط لها كيس بلكون كمان. شايفين هاي المرأة تبعها مفيدة كلها كالسيوم. بدي احط الثومات والكزبرة خضرة. صار جاهزة طفينا البص. شايفين هاي الصبانك جاهزة قدامها فجل فليفلة ليمون تنعصر لها طبعا تاكل قدامها رز او بالخبز تاكلوها. وعاملة اكلة تبولة بالصبانك اول مرة جربتها بس لذيذة كتير كتير. بعدين بارجيكم الطريقة تبعها نفس طريقة التبولة بس بدل البقدونس الصبانك ورق الصبانك بينفرق بس اكله لذيذه كتير كتير التبوله بصراحه كتير. يعني جربوها ما بتندبوا التبوله. عجبتني كتير كتير طريقه الصبانك اول مره انا جربتها بصراحه لقيتها طيبه التبوله لذيذه ليش كذب اول مره ساويتها ودقتها طيبه. بس انا بعدين بسوي لكم اياها وبنزل لكم الطريقه. ان شاء الله صحتين وعافية. لا تنسونا باللايك والاشتراك ودعم القناه بالعافيه. شايفين منظرهم ما احلى شيء بشهر. تفضلوا تعشوا معنا.